بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلة. أيها الطلبة والطالبات، عودة جديدة مرة أخرى. معي وعبد الغادر عبد السلام سياد، وحين كترني عتبك أفراد وأها الحديث والثقافة، حديثك هي ثقافة عتبك أفراد أما وحدة أفراد أما شابترك أفراد بينه كترني. وعن نقصه قادني هل درسي بين نقصه قادني والأورنجري مقعيسة درسي أنكو ريوها دادك كربايسان يا دادك نباتايسان سيدة الدين تو أمه ريسي هلو مارينا ليري أصحاب الحاجات والمكروبين. درسي قينا ما انتان قادن دون الله بادنا وحويه إن شاء الله تعالى لا يحل دم المسلم إلا من ثلاث. قف مسلمة ديكيسو ما بنانا تدك إن لا لايو ما بنانا فكين لغو حد قد بديكيسا ما بنانا وحرام وديكيسا لداريو وصير لدون لغير حرام إلا داد إلهي سبحانه وتعالى سيقار أبنيه بوي يا رسول الكيسو تد سيقار أبشيغين بوي. مركا حديث كان أن قارن دونه ترسيق لبعض أنكو قارن دونه وحوية واحد ودرنتي واوح ما أنت قيمة وين هدان صومالنا إنه قفا ديوي قار أهان دلن يرادا dalin yarada maanta wax way dilkiiba iska batay wax qofka lagu dilay la garan maayo mid qabiil baa lagu dilaya mid balaaya kale iska dardareysa sidii la doonay iska dilki maanta wuxuu soo alaxda ka wuxuu ka fuuday koob shaah oo la cabahay waa ka fuuday marka baldiinta islaamku say u maareysay qofka bani'aadamka dhigiisa bayno maanta insha Allah ta'ala qaran doono oo darsiga labaad oo xadiidka labaad aan ku qaran doono aan yafhamo darsigana 10 kan waxa ahdaaf u ah number 1 waxa u ah أن يفهم الطالب حرص الإسلام على حفظ حقوق الناس. الإسلام كل عليه قفك بني آدم كحقوق ديس وحق حق حياة نلاش أور ريسو فكون نلاضه. أرضي إنه هذا أيك وحك تغلب كلام هذا أن يدرك الطالب أن من أقر الشهادتين قفك مرة حدو توحيد ككل واقه حرام الدم والمال والعرض ليجيس. إيه مالكيسة إيه شرفتي الصباح إن الواحد يقول بحرام لا بأقلو مرد بقف كده التبعيد كقراه هل كانوا تجنائي صانوا أهائي حق وحاكبها قف كده مرد التبعيد كل وقع أهل التبعيد قف ويهي قلبي جيسي وحي وكتر وأستقي إلهي دي جيسي إن لداري وحرام مالكيسة إن لدغاتان وحرام شرفتي سي عردي جيسي إن الواحد يقول بانا وحرام مسلم كها كابد باد ومالك أرضيو ولي أقول واحد ونطاهو أرضيو مسلم كهكابت بعد قفك مسلم كأه أو والهال كأه أيا كان عدو دونها هذا هكابت بعد سواء كان صغيرا أو كبيرا هو ينادو حير هذا لبها هذا ندي هذا قفك مسلم كأه هكابت بعد أن يعي أرض وين أكاده أن أعظم ذنب ذنوب تلقلك وقوة وحاكم إذا الزنا زنا ضايع كمية زنا طب قرنا سنحون كده هذا سو شيء من نحن حسوا زنا حكم كده فق فانتريجي فقية وصبرتينه وحوي يقدر وحل زنا ماشان واحد منهم أن متى يحل دم امرئ مسلم قرما الله دارين كرقة في ديكس أنا من مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحير لا يحل حلال معها دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قف مسلم وإلهي قري النبي محمد قري إن ليجي صلى دادية حلال ما إلا بإحدى ثلاث حدوسا صدح مذاهين صدح مذن بدي يقول بناي الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة صدح ذا بدي يقول بناي قف قدوم مسلم يهي صدح قف ومسلم لماذا صامرتي ليقول والله دارين كرا لكن مت كلام مايا الثيب الزاني قف حلال وحكسو قول سري أو زينيستي ها قول حلال وصومر ها قول حلال وصومر كبر بيو قول سري كبر أنا نبي قول ستي حلال شاس وحكسو ولا دميسي أما نين كانوا حلال شاس وحكو دمي كبر ده أما هذا هاقا هو شوكتو أما هذا ما تو أما هفرو أما هكلا تجاه ما هو ده شو نسيك استبها عطو مر بقف كانوا هضو مهر حلال الصومر وحكسو ولا دمي وحكسو سميي إنه زينيستو حرام حكم كيسونة حدوث زينيستو قول على ويدل نبي محمد بسميه عليه الصلاة والسلام ننك الوجه الماعز
يا قبلي المرأة الغامدية اللي أورنجري والله ما ضبط قرتين تنا بقوي ماذا رسولك لا يوازنست رسولك عليه الصلاة والسلام وين رجمي نجح بين الودلي واللي بيجوا مسلم هو رسولك يروى توبات كأنه مركب زنا أوقفك زنا إسلام كسر ما يس مركب الدليل هي أن الودلي مايو إنه قال يا هو حد من حدود الله تبارك وتعالى هاي هم هم لاين قف زين استهديل الدلو أما قف قف دل هديل الدلو إنه كريستان نقضيه أما يهودي نقضيه دينتي كبحيه سال ل لودله يوم معروماها واحد من حدود الله تبارك وتعالى باب الحدود نوح الغص وغاتا فهم تري قالوا برتاو هاي والنفس بالنفس قف قف دله قصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قف قف دله وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر آيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص قف قف هدود له وكسود له وشروط دي ينظامك يحررك يشريع له دي جسي لمريه والد ليه معانا يضل الله أقولي هل كاقف اسكامرا هيا بيقف دلي مركزات الهي إيسو قبت أكايسي رساس ما در درسيس قف بود دلي هذا محاكا قال هدود هذا ما محكمة وريقيسو بقال وريقيسات قف المحكمة دي نظام شرعي ديولدي نعم بباية دلقيس سكدي دي سكدي رسيما معنو وتارك لديره المفارق للجماعة قف دينة الإسلام كبحي ها رسول كيري عليه الصلاة والسلام حديث كلا كيري من بدل دينه فاقتله قف دينة بدل دينة كبحة دلا وخارجي أدوها كحي قاب كلو دلا يعني وحكم يا محكمة يا نظام يا عدالة بمرية سكدي الماء هاي صدح عاصم برسول الله عليه الصلاة والسلام ليقود أنو بنائه صدح له وحنا هين ليقود ما بنان خفكوا هكابد بعده خفكوا مسلم كأه هكابد بعده and حديث كواحد وريي عبد الله بن مسعود الهذلي ترجمة الراوي إنك حديث كوريي ترجمة دي صح وانك ما يرجع بقى وعبد الله بن مسعود الهذلي حليف بن الزهرة بوديس لقها ما كاسو حلف يديجان يحرك رده حيي وحلونا هنا صاحب عبد الرحمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولا صاحبي وخدمه خدمه النبي الشقي كان من السابقين الاولين تتكي باغور الاسلام كقاتب عليه قفكي صدحات بيو ام قفكي افراد ادو كل سيده قف او غوريس كو جرو الاسلام كقاتي كان من كبار من من كبار اهل بدر تتكي بدر حاضري تتكي او عانسنا بو كو جري هو الذي جزا راس ابي جهل وانك بدر حكى سو غويي ابو جهل ما انت بدر نك ابو جهل مدح كسو جري وهو من براء الفقهاء وكبار المقرئين تدكي و هو اها ان اد كفقه وبرتي و اد كفقه اد كدرجه الفقه قارب اها حق القران كان تدكي نبي القران كود برتي كلغس اها اسلم قديما مرهر اسلامي وهاجر الهجرتين الى الحبشه والى الحبشه والى المدينه هجرته حبشه واغلي تي مدينه واغلي وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رسولك و خيري سوى عبد الله قال لي من أحب أن يقرأ القرآن قضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قف كرب القرآن كأنه أخر يسدي وكسر دقي أسقوا وعن إن باب خل الله إن النظيفة قرأ عبد الله بن مسعود ها أخر يبان وكان أول من جهر بالقرآن في مكة وها قف وهرية القرآن كقرأ قاضة مقالة مكة أهدي دعوة سرية لوجري قف قوري القرآن كرو قالة ما قالة ما كبوها صوب ما قالة ما كبتاي رول قالة أم شو بلا ليه كرين تذكر القرآن كله باقي بوجري السحابي جاسو رضوان الله عليه حديث كان معنيه مفردات كوجره وعوريا الثيب الزاني الثيب الزاني ثيب الزاني مركل ولا يا ثيب الزاني ومن وضع في نكاح صحيح وقف سمي قال مصح قال مصحيح الصومر حاسب ولي شيء كان غير بصومر كده من وزن است طيب مركب ما حي من قط وضع في نكاح صحيح وفي كلمة كسمية نكاح صح كده من وزن است النفس بالنفس أي أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق قتل عمدا هتوقف نفس تقف دله بغير حق إنه كدله ولا دلي عمدا كسر دو كدله بغير حق واسكدلي كم وحمد سوى الله يستوي سكدلي السكن والله رعنيه أتارك للدين المفارق للجماعة وحلقة وراء من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين إسلام كيبو كبحي ويكرر دوبي جماعة المسلمين تأنا وافارو ويكالدوان تقف كانوا إسلام كمسو قلين مركي وريا مسو قلين
iyo uu ka baxay way kala duwan tahay. Ha, waxba iskama geli. Marka waa ninkan markii hore Islaam buu ahaa, laakiin kadib waa ka baxay, kan la dilayaa waa kaas wey. Xadiidkan waxaa ku jira towjiihaadkiisa waxaa ka mid ah yaxrus alislaam calaa xifdi xuquuqil insaan, xuquuqda bani aadamka waa la ilaaliyay. Waxaa ugu horreeya xaqul xayaa, xaqu tamalluq, xaqu ximaayati alacraad, qofku inuu noolaado, wax yeesho, cirdigiisa iyo sharafta ilbaha. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam qad bayana sal alla slam biqowlihi fii xajati lwidaac inna ayuha annaas ina dimaa'akum dhiiggiina wa amwaalukum xoolihiina calaykum xaraamun ka xurmati yoomikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada. Wuxuu yahay rasuulku xajad waxa suulaa dadow dadow dhiiggiina iyo maalkiina iyo cirdigiina iyo sharaftiin xaaraam bay kala tahay ka xurmata yoomikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada. Ha, sida maka xaaraam u tahay in dhiig loogu daadiyo, oo bisha dulxijo lxajiya xaaraam u tahay, oo maalinta carafe la taagna xaaraam u tahay, bay xaaraam u tahay in dhiiggiina daadsan. Rasuulku wuxuu alaa hal ballaqtu allaahuma fashhad kullu muslimin cala almuslim fursiya xukunka ee kullu muslimin cala almuslim, qof kastoo muslima qofka kaloo muslimka xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirdu. Arrinta horta qabso, rawahu sheekha Bukhaari iyo Muslim ayaa soo saaray. Rasuulku xadiid kale wuxuu ku yeelay zawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli lmumin, qof mumina in la dilo ilahay wuxuu ka jecel yahay uga fudud adduunka dhan bayna duuduuba gebigiisa dhanba. Walidalika xarama xurima qatl lmuslim waa xaaraam alladii aqara bishahaadatayn walqatl acdamu dunuub bacda shirki billah, qof bani aadana in la dilo waa dembiga ugu weyn oo bani aadan galo marka laga reeba shirkiga weyn. Falaa yubaax qatlu lmuslim ma banaana ilaa fii thalaathati axwaalin, saddex xaaladood mooyaane qof dhiiggiisa in la daadiya ma banaana. Oo maxay kale yihiin saddexdaas? Waxa weeye an yazniya waqad tazawaja wahuwa xurun baaliqun caaqilu, inuu qofku zinaysto isagoo reer soo maray xor ah baaliqo qaangaar ah caqli leh, qof caqli leh qaangaar ah oo xor ah reer soo maray misna zinaystay. Sababka rajula umraha ama rag ahaada ama dumar ahaado ama wiil ahaada ama gabar ahaado qodob weeye kaas. Qodobka labaad waxa weeye an yaqtula nafsan macsuuma fayurhiquha dhulman wa cudwaan, qof naf dhowrsoon oo macsuuma oo muslima oo aan dembi kaa gelin inaad dhulmi iyo cuqdad iyo colaad u disho. Ha, waman facala hada waman facala mila hadii ljarimati falcadl, qofki sidaa sameeya cadaalad waxaa ah an yalqiya mila maa sanaca, wuxuu sameeyey in lagu sameeyo. Ha, wa fi dalika xayaatu lilmujtamaci wa ximaayatu lahu min aljariim walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab ay lakum fi hada alxukmi aladii sharacahu llahu lakum xayaa wa zajr. Ha, in la qisaasto qofki dembi qof dile oo kas u dile oo dulmi u dile cudwaan u dile in la qisaasto nolol baa ku jirta biilahi subxana wa tacaala. Waa gartay qofka shaqsiga ah markuu ogaado in isagana siduu sameeyo kale lagu samaynahayo, idaa qatala imtanaca can aljariima annahu sayuqtal idaa qatal, idaa calim annahu sayuqtal idaa qatal, hadduu qof dilo in la dilayo hadduu ogaado imtanaca can aljariima walaa waqici fiiha ka istaagay. Wa hada bimanzilati xayaati lmujtamaci linsaaniya kulli, ummado dhan baana markaa badbaadays. Wa hada alxuduud fi lislaam innamaa shuricat litakuuna rawaadi, xuduudda waxaa loo sameeyo islaamku u jideeyey qofka inay xumaanta ka qabato radci inay hor joogsato oo qofka ay ka hor istaagto inuu maaragtay suu doona yeelo ay ka hor istaagto. Qodobka afraad waxa man yartad can diin illaahi alqawiib, qofkii diinta ka taga oo yarjac can caqiidati tawxiid isaga laabta fahada yuqtal, isna waa la dilay. Sababta loo dilay waa maxay? Liannahu laa khayra fii biqaa'i man daaqa xalaawata alimaani thuma raqiba canhu wa zahada fiih, qof iimaan ka dhadhanshay oo ilaahay subxaana wa tacaala iimaan siiyey kadibna nacay oo ka baxay isaga tegay inuu sii noolaado wax khayr ku jira male. Laa khayra fii biqaa'i man daaqa xalaawata alimaani thuma raqaba canhu wa zahida fiih, islaamkii buu dhadhamiyey macaankiisu arkay waa ku raaxaystay kadibna waa ka baxay inuu sii noolaado faa'iido kuma jirto. Falislaamu huwa diinu llaahi alkhaatim, islaamku waa diintii ugu dambaysay ilahay soo dejiyo. Alladii irtadaahu licabdi, ilahay raalli baa addoonku noqdo. Faman irtada canhu fajazaa'uhu alqatl,
فهؤلاء يقتلون كل صدع على دليل لأن في قتلهم إصلاح للمجتمع وبقاية له من الوقوع في الجريمة دي اللي إسكدا يقول لي قالوا هل اللي إسكدا قف مر بقى بحية فمر بقى غاية وما لم يسبب حياة ديت صادر هذا سجري بأطها يوقف كونه سان هدي لي هذا كيس نستيان للدليل وكي قف دليان للدليل وكي دين ذكر بحية للدليل وما ضر نبوا واحد دون تين الله مدر بقوف دون سكسر من لها dadka kale ka bilaabo iska fulfur laha mid uu afduubti mid uu dulku ka dhigi laha een kii doona diintu ka bixi laha ilaa Soomaali baan waxna qaanahay kii ka waxa kan leeyado ee rabaa dadku qofkii maalmo ma marsaas mid darsiin la marka xuduuda waxa loo sameeyaa azwaajir in qofka badbaadiso waagart ahkaamta hadith ku jirta waxa kamida xurmatu qatl muslim sawaa kan min dhakar aw untha sagheer aw kabeer waxa kamida adam ibaahati dam muslim illa min ihdath hadhihi al-umur al-thalatha in sabarnaanay waxa kamida man aqarra bi shahadatayn wa amila bi muqtadaha qafki in diinta islaamka ku dhawaaqay tawxiidka kuna dhaqmay fa huwa haram al-dam wal maal wal 'ird dhigisa iyo xoolahiisa iyo maalkiisa maya qodobka afraad إذا مدام بالزنا الزاني المحسن ده قف كزاني المحسن كلي هذا بيجي سووي وأنا جزاءه القتل أبا المرنتيس إنه ويدلو هاي وحكدوا يا قف كسواء هنا صابرين حرمة القتل وسوء عاقبته حرام وده كأن الله طريق قف قفت لا أقدم بيانه وطريق حوي حرمة الارتداء على الإسلام وحزمه وجزاءه القتل حرام وده دين تلقبه ارتداء على الإسلام وجزاءه القتل قف كبحنا أسونا دل ويانا ولا دلي جزاؤه القتل حرمة الارتداء عن الإسلام إسلام كان لا يبحث حرام وجزاؤه كيكا بحنا أبا المرنتي سؤال القتل وإن لدلو سؤالها عشر كينا متى يحل دم امرئ مسلم كورمي بنان تاي قف كي لدلو اذكر أهم أحكام الحديث هل يلاب كقر أومهم سن قضب كصدحات بحوي بين حكم الردة عن الإسلام مرتد حكم كيس محن غري ما عقوبة الزاني المحسن ولو يغنى الزاني المحسن عقابتي سوء ما حين غنى الساء أدي أدو ما سنتهين إلهي وحن يكرجيني يا خير فضل بضن إن شاء الله تعالى يدالي جهدي فرض بين السميسان شابتر كان لبا حديث باكوش إذا انتك لو الثقافة لبا دي حديث وكوين رماتي عشر هذا مركز ثقافة نغندون إن شاء الله تعالى لبا عشر سد عشر وكاليتو وشابتر كابين نغندونان خير فضل بلما إني رجيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.